العالم أصبح قرية صغيرة، جملة كليشيه كنا نكتبها في موضوعات التعبير في المدرسة لإبراز أثر الإنترنت والتكنولوجيا، ولكن يبدو أنها تتحقق أيضاً على أرض الواقع بتقريب المسافات ووصل البلدان ببعضها. هذا ما سيقوم به مشروع الممر الاقتصادي الجديد من الهند لأوروبا، والذي سيربط الشرق بالغرب، وسط تساؤلات حول تأثيره على قناة السويس المصرية. المشروع الطموح مشاهدينا أعلن عنه خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند. الولايات المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وقعوا جميعا مذكرة تفاهم بشأن الممر الاقتصادي الجديد، الذي يطمح لربط قارتي آسيا وأوروبا ببعضهما لدعم التجارة وتسهيل تطوير الطاقة النظيفة وتصديرها وتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد. وفي ختام اللقاء، اقترب جو بايدن من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أجل مصافحة جماعية في لقطة توقف عندها رواد مواقع التواصل، في إشارة إلى أن المياه عادت لمجاريها بين بايدن وبن سلمان. أما المدى الزمني للمشروع الذي وصفه بايدن بالتاريخي لم يعلن عنه، كما أنه ليس من الواضح من سيمول المشروع، لكن من المفترض أن مجموعات عمل خلال 60 يوما المقبلة ستقوم بوضع خطة. صحيفة فاينانشال تايمز نشرت مقالا أشارت فيه لما قد يبدو عليه هذا الممر. المحطة الأولى ستكون من الهند للإمارات عبر بحر العرب، ثم يمتد الممر إلى السعودية مروراً بالأردن ثم إسرائيل، ومنها لأوروبا وتحديداً الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عبر ممر شمالي آخر يشمله المشروع أيضاً. يقول محللون إن الممر الجديد يهدف لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تسعى من خلالها بكين لإحياء طريق الحرير للربط بينها وبين جيرانها في آسيا والقارة الأوروبية. لكن رواد مواقع التواصل التفتوا أيضا إلى كيف قد يؤثر هذا المشروع على قناة السويس، الممر الملاحي الأكبر في العالم. أحمد هنا لديه رأي كتبه على منصته إكس، يقول: أنتم متخيلين التكلفة؟ أحط كونتينر على سفينة لدبي، وبعد كده أشيله على قطر أو قطار، وبعدين ينزل تاني يتحطي على مركب علشان يروح أوروبا. هل كل ده علشان يوقفوا قناة السويس؟ مش عقل. أما سحاب فيقول أيضا في تغريدة: المشروع ما له علاقة بقناة السويس، الموضوع خطوط نقل طاقة بالأساس، ولا راح يأثر على قناة السويس. تغريدة ثالثة من تميم، والتي يقول فيها: وفات قناة السويس إيه، بس هو أي فرقعة والسلام؟ أنت فاهم السكة الحديدية دي حمولتها كام؟ روح شوف خط الصين لأوروبا كله مشاكل، الموضوع مش يلا نبني سكة حديد والدنيا هتمشي من غير قيود. أخيرا آخر تغريدة من راجي، يقول فيها: إيه حكاية دول العالم؟ روسيا تقول لك هنشغل طريق سيبيريا بديل للقناة، والهند والخليج تقول لك طريق الحرير، والصين عملت قطر سريع وطلع فاشل. هي الكحكة في إيد اليتيم عجبة؟ وال8 مليار دول اللي ربنا بيرزقنا بيهم العالم كله باصص فيهم؟ مشاهدينا، تحدثنا مع المحلل الاقتصادي سامر الجاعوني وسألناه فيما إذا كان فعلا هذا الممر الاقتصادي سيؤثر على قناة السويس. استمعوا إلى ما قاله. سوف يؤثر هذا الممر على قناة السويس، يعني لا شك بأن جزء من التجارة التقليدية إن صح التعبير، وبالتحديد هنا شحن البضائع، سوف تتأثر بشكل، على الرغم من أنه ربما يكون التركيز على نقل الكهرباء أو نقل أيضا الطاقة والهيدروجين، وكما تم وصفه بأنه خط عابر للقارات.
شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.